بالنسبة لسوق الأتراك أو سوق تركيا، لا أحد بالضبط يعلم من سمى هذا السوق بهذا الاسم. يعني الناس هم من سموا هذا السوق بهذا الاسم، لم يكن هناك شخص تركي يعمل في هذا السوق، وإنما البضاعة التي كانت تباع هنا كانت بضاعة تركية، لهذا سميت بسوق الأتراك. إنما أغلبهم كانوا أكرادا يعملون في هذا السوق. هذا السوق يعني تأسس أو عملوا فيه أشخاص كبار بالعمر، كانوا منذ 50 سنة على ما أعتقد يعني، أو أكثر أو أقل. الذين عملوا فيه أستطيع أن أعد بعض الأسماء: السيد علي جلي المرحوم، والسيد بشير يكور، والسيد علي جلي لأول مرة في هذا السوق المرأة كانت تعمل بجانب الرجل كتفا لكتف، زوجتها السيد علي جلي المرحوم. البضاعات التي كانت تباع هنا ما كان ينقص السوق الداخلية هنا، كانت تأتي عن طريق التهريب أو بوابة القامشلي، بوابة قامشلي نصيبين. في البداية كانت الحبوب مثل الحمص والبزورات، وأيضا عندما حدث نقص كبير في مواد التموينية مثل الزيت والسمن والرز، كان هذه البضاعة كانت تأتي من تركيا عن طريق التهريب وتباع في هذا الشارع في هذا السوق. توالت أنواع البضاعات والأشخاص في هذا السوق حسب حاجيات الناس، حسب الاحتياجات التي تغيرت مع تغير العصر والأزمنة. طبعا المكان بقي كما هو يعني، إنما الأشخاص تغيروا، أنواع البضاعات تغيرت. من ثم كانت نوع البطانيات أو الحرامات التركية كانت مقبولة في سوريا كلها لمدة أكثر من 15 سنة. كنا نبيع هنا البطانيات وأيضا السجاد التركي. الآن هذه البضاعات بعد هذه الأزمة وهذه الفوضى التي حلت في سوريا والتي أتمنى أن تنتهي على خير إن شاء الله بعد هذه الأزمة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بدأت حاجات الناس كانوا أحوج إلى القطع الكهربائية الصغيرة التي تسد هذه الحاجة مثل الشواحن وما إلى ذلك. هذا السوق بات نوع من الثقافة لهذه المدينة، سوق شعبية توالى عليه أشخاص كما قلت.